هدى وهن من بانوراما. وفي دراسة حديثة مستمعينا نفت الأفكار المغلوطة حول البطاطس. البطاطس دائما متهمة بأنها بتزيد الوزن، بأنها مش كتير صحية، يمكن حتى أسلوب ونوعية أو طريقة طبخها كمان، لأنه غالبا مشهورة أنه بيتم تناولها بكتير من دول العالم بطريقة مقلية، فكمان هيدا أيضا بيزيد من أنه تصير منا صحية. دراسة بريطانية جديدة بتقول العكس هو الصحيح، البطاطا ممكن تساعد في التخلص من الوزن الزائد دون بذل الكثير من الجهد. خلينا نتوقف مع هذا الموضوع، هيدي النقطة بالتحديد. ويمكن في كتير من الأغذية مستمعينا دايما بنسمع عنها أنها منا صحية، ولكن كل ما لها الدراسات الجديدة بتحكي العكس وبتبلش تبين مع الوقت أنه لا، هيدي الأغذية اللي بنسمع عنها منا صحية، دراسات بتقول لا صحية وصحية. خليني رحب بضيفنا أخصائي التغذية دكتور بدر المالكي. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. اهلا وسهلا، ويسعد مساك اختي هدى والمستمعين جميعا. يسعد نهارك. ما بعرف اذا قريت هيدي الدراسه وقد ايه الى اي مدى معقول الحكي الموجود فيها. الحقيقه انا ما اطلعت على الدراسه هذه، لانه احنا في علم التغذيه عندنا دراسات كثير بتطلع بشكل يعني يومي وبكميات كبيره عن انواع الاغذيه اللي بتحدد نوع معين من الاكل او اللي بتحكي عن نوع معين من الاكل وفائدته. وإحنا في علم التغذية عموما ما نعتمد أبدا على أي دراسة تحكي عن نوع معين من الأكل في فائدته أو ضرره، لأنه إحنا ما نقدر نحكم على عينة مهما كان حجمها سواء صغيرة أو كبيرة إلا إذا كانت الأغذية هذه هي الوحيدة المحددة له وبها أخذه لكامل احتياجاته المتبقية بطريقة طبية طبعا ولفترة طويلة. هنا نقدر ناخذ يعني جزء بسيط من احتمالية النتائج كمان، بس ما نقدر نحكم فيه، لكن ممكن نعطي نصيحة بسيطة أنه قد يساعد. لكن أنه نحصر غذاء معين في إنزال الوزن مثلا أو زيادة الحرق أو مثلا خفض معدل السكر أو خفض الكوليسترول، هذه الدراسة يعني من بداية نتيجتها نعرف أنها غلط، حتى يعني ما يضيع وقت الواحد فيها ويسترسل في قراءة تفاصيلها. لأنه ما نستطيع أبدا أن نحصر أي غذاء معين في مرض معين أو في فائدة معينة، لأنه ما نقدر نحصر الإنسان في هذا الأكل لوحده، ولو حصرناه لوحده في هذا الأكل برضه حنحرمه من أشياء مهمة ثانية قد تكون هي السبب أصلا في الوصول للنتائج هذه. فدائما الدراسات هذه تكون دراسات مغلوطة أو نتائجها ضعيفة جدا. طبعا هي تعتمد على معدلات ومعاملات كثيرة في عالم التجارب والأبحاث الطبية، خصوصا على طريقة تصميم الدراسات الطبية، على طريقة المجموعات اللي انعملت عليها، على طريقة المقارنة مثلا هل تناولوا مثلا البطاطس بالشكل العادي ولا كانت مثلا بطريقة مختلفة، هل تناول معها مثلا أدوية، هل تغير نومهم. يعني ممكن أحيانا يكون تغيير مثلا رجيم معين في الحياة ساعد مثلا في تغيير نمط النوم أو مثلا في ممارسة الرياضة أو زيادة شرب الماء. هذه العوامل هي أهم العوامل الثانية، أو في تنظيم الوجبات هذه العوامل هي الأهم أصلا في تخفيف الوزن أو تخفيف الكوليسترول وتعديل محتوى السكر مثلا. فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار دائما على حجم عينات الدراسات وإعطاء التوصيات ووجود التصاميم الدراسية لهذه الدراسات الطبية، لكن حتى نتكلم أو نقدر نحكي في فوائدها أو أضرارها. نعم دكتور بدر، أكيد اللي عم تحكي منطقي وصحيح، ولكن الناس العاديين بكتير من السلوكيات الموجودة الغذائية الموجودة بحياتنا بنعتمد على اللي بنقراه. بتلاقي في كتير ناس مثلا للأسف ما بيقربوا على زيت الزيتون لأنه بيقولوا لك زيت الزيتون بيرفع الكوليسترول، ما بيقربوا على كذا لأنه قاريين مدري شو. اليوم الشخص كيف بيقدر، شو النصيحة اللي ممكن نعطيها للمستمعين للحصول على المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالتغذية؟ الحقيقة احنا دائما نوجه الناس إلى أخذ النصائح من الأشخاص المختصين، يعني وحتى المختصين الممارسين لفترات يعني عندهم خبرة، لأنه أحيانا حتى تلاقي ممكن أحد المختصين اللي في المجال الجديد لسه ما وصل لمرحلة الخبرة ويتأثر ببعض كلام الأطباء أو من التخصصات الأخرى مثلا من ناحية فوائد معينة أو أسئلة معينة أو على دراسات معينة. أحيانا نواجه حتى
من الزملاء في المجال الطبي ناس تسأل عن مثل هذه الدراسات أو نعم. يمشي على نتائجها بناء أنه والله في دراسة قالت أنه والله مثلا الأناناس بيرفع المعدل الحرق وبيضاعف مثلا أو بينحف. فهذه الأمور كلها نواجهها بشكل دائم، لكن دائما نأخذ النصيحة من الشخص المختص الخبير في المجال نفسه. نعم. يعني إذا كان عنده الخبرة والممارسة لفترة طويلة راح يقدر يعطيك الفائدة بشكل مختصر عليك طبعا. يعني يختصر عليك سنين من البحث ومن العناء حتى أحيانا أو التعب أو المرض لا سمح الله. طبعا. فدائما الشخص المتخصص هو الشخص الوحيد الكفيل بإعطائك النصيحة الصحيحة اللي توجهك إلى يعني إن شاء الله الحالة الصحية الصحيحة. نعم. طيب اليوم شو هي الطريقة السليمة الصحيحة لنزول الوزن غير أي مشاكل صحية؟ منشوف ناس بيعتمدوا على نوع واحد من الغذاء لفترة طويلة لأنه سمعوا أنه بينزل الوزن مثل ما حضرتك قلت الأناناس الملفوف وإلى آخره، وبالنهاية ما بيكون شيء صحي أنه تركز عليه وتعتمد عليه كوجبة غذائية لفترة طويلة. شو الطريقة الصحيحة لنزول الوزن بدون مشاكل؟ دائما الطريقة الصحيحة لنزول الوزن هي رؤية الأخطاء اللي مارسها الشخص لزيادة الوزن. ممتاز. يعني دائما الجسم الإنسان إذا احتاج إلى غذاء معين يبدأ في طلبه، لكن إحنا ما نبغى نوصل لمرحلة الاحتياج هذه. فما نركز على الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية، الأغذية المكررة اللي فيها زيوت مكررة، ملح مكرر، السكر المكرر. الأغذية هذه كلها غزت الأسواق للأسف وسهلة تناولها مع مشاغل الحياة، يعني ومشبعة وطعمها لذيذ، تلاقيها هي الأسباب تمام. يعني وراء زيادة الوزن وراء وبالتالي زيادة الوزن هي السبب وراء الأمراض الأخرى اللي تجلبها. يعني زيادة الوزن أو السمنة بشكل يعني أوضح يعني هي السبب الرئيسي في معظم الأمراض الناتجة أو المزمنة حتى مثل السكر، الضغط، الكوليسترول، أمراض الكلى، أمراض الكبد. الأمراض هذه كلها مرتبطة ببعض، يعني إذا حصل خلل في الكبد مثلا راح يحصل الخلل كمان في المرارة، راح يحصل الخلل كمان في معدلات الكوليسترول في الدم، في مشاكل القلب. فدائما احنا نوازن في الأكل، نشوف ايش الأخطاء اللي كنا نمارسها في أنواع الأكل مثلا، هل كنا نزيد السكريات نوقفها تماما خصوصا السكر المكرر، يعني السكر المصنع. لما نقول السكريات المكررة أو المصنعة يعني السكر الطبيعي الأبيض سواء أو الأسمر، عكسها طبعا اللي هو السكر الطبيعي اللي من الفواكه أو اللي موجود في الأكل نفسه مثل الكربوهيدرات الغير مثلا محتوية على جلوتين، لأنه بدأنا ننصح فيها بشكل كبير تجنب الجلوتين في القمح، تجنب أنواع القمح اللي معدلة وراثيا لأن بدأت مشاكلها تظهر لدينا في المجتمع بشكل كبير أو حتى في العالم حتى. نعم. إيش الأخطاء اللي صارت لما تغيرها وتبدأ تنظم أكلك دائما بالشكل المعقول، بالطبق وحجم الطبق المعقول، صحن السلطة دائما موجود في يومك، الفواكه موجودة في يومك، شرب الماء بمعدل لا يقل عن لترين إلى ثلاثة مع أجواء الصيف خصوصا، وما نهملها في أجواء الشتاء لأنه الناس في الشتاء يعني ما تعطش وبالتالي تهم الكثير من جانب المويه، والمويه هي عامل مهم جدا لكل العمليات الحيويه والكيميائيه في الجسم. فاذا ما كان الجسم يعني رويان او هايدريتد ويل راح يكون في عندنا مشاكل ناتجه عن الجفاف اللي يصير من وراء قله شرب المويه. النوم عامل مهم جدا لتنظيم الهرمونات والغدد وعمل الجسم كامل، فلما يكون الانسان ينام دائما متاخر أو على في فترة النهار بشكل أكبر من فترة الليل، هذا كمان عامل مساعد جدا بشكل كبير في عدم نزول الوزن أو في لخبطة بعض الهرمونات أو بعض عمل الغدد اللي تساعد في عمل الجسم بشكل كامل، وبالتالي ممكن ينتج عندنا مقاومة الإنسولين، ممكن ينتج عندنا خلل في مثلا العصارة الصفراوية في المرارة والكبد اللي تساعد على هضم الكوليسترول وإخراجه للأمعاء، وبالتالي يرتد الكوليسترول إلى داخل الكبد مرة أخرى والكبد ترجع في الدم على شكل كوليسترول. فيجب الانتباه لهذه الأمور كلها، هي اللي مرتبطة، ما ندي نربط نوع معين من الغذاء. أجي أشوف شخص يأكل أكل دهني مثلا وقوم ارتفع عند الكوليسترول وأنا أكل أقل منه وارتفع عندي، ما نحكم بالطريقة هذه. كل جسم يختلف وبالتالي النصائح أيضا يجب أن تختلف بناء على الشخص نفسه ووضعه نفسه. وبالتالي يجب مراجعة الشخص المختص في المجال نفسه لأخذ النصيحة الصحيحة والابتعاد عن أي مشاكل بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور بدر المالكي.